تتأزم حالة أصحاب الأمراض النادرة يوما بعد يوم بسبب غياب التكفل الخاص بهم. الأولياء باتوا يعيشون الأمرين، معاناة أطفالهم مع المرض إضافة إلى حالة العلاج التي قد تدوم لسنوات أنهكتهم ماديا ونفسيا. شفنا حتى حاجة، لا لا بريز اون شارج، ما شفنا حتى تغيير. الدواء عم يقولوا في الخارج كاينه، هنا في الجزائر ما شفنا والو، حاجه ما دخلت. هو عنده دمر العضلات، دمر العضلات، ولي ميدسان يعطونا هكا لي كورتيكويد، يعطونا دي كالسيوم زي دي فيتامين هكذايا، وطلبوا قال لك ما يحبش من العلاج الفيزيائي، لازم ما يحبش سواء السباحة ولا لا ريدوكاسيون. هذه هي الحاجة اللي تخلي المرض شغل يبعد التدهور تاعو برك، ماشي مام دواء مام لي كورتيكويد لا يشربوه تاني باش يخلي المرض برك ما يتطورش. بصح حنا اللي حبينا كيما لا ريدوكاسيون، انا بالك نقدر على البريفي، بالك كاين ناس ما يقدروش. انا يعطوك في لوبيتال يعطولك ويسيونس، واش حد يدير لك ويسيونس هو يقول لك ما لازمش يحبس. لا ريدوكاسيون تاعو ماشي عام، ماشي 6 شهور، ماشي ما لازمش يحبس. او موا دو فوا راني ندير لو بور لو مومون، ندير لو دو فوا بار سيمان. الكشف عن الأمراض النادرة قد تدوم في العادة لسنوات طويلة، ما يسبب تأزم حالة المرضى أكثر، الأمر الذي يحتم إنجاز مراكز خاصة على جناح السرعة وكذا توفير العلاج الخاص بهم من أدوية وأطعمة. ناخذوها في الماكلة ما راهوش مشكل كبير. احنا واش نحوسوا هذه الأمراض النادرة التكفل بهم. كما تعرفي على بالك الأمراض النادرة هذو أكثرهم من خارج الولايات، ما يقدروش يجيو. التشخيص ما كاش تشخيص، ولا السبيطارات وين يسكنوا هما ما عندهمش تجربة في هذا المرض. تسمى المرض يعاني خاصة الأولياء تاعهم. الأولياء تاعهم تقول لك أنا باش نحبط للجزائر باش نحوس له على التشخيص تاعو، ما عندهمش لي مويان، يقول لك باش نخلي عندهم دراري. حنا واش حبينا دائما ندد بها، حبينا ان سون دو ريفيرونس، يعني مستشفى خاص للامراض النادره. اللي تري امبورطون نحيو الثقل الكبير للاولياء حنا والمرضى. الارتفاع المستمر لعدد المصابين بالامراض النادره يدعو حتما الى ضروره النظر في هذه الفئه، من البحث عن الاسباب الى غايه ايجاد الحلول.